بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد القادر منصف، مدرس اللغة العربية الصف العاشر. سأقوم بإذن الله بعرض وشرح دروس الصف العاشر للفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أنوه بما يقوم به الفاضل رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك الأستاذ يونس الرحبي من مجهودات لربط والعمل على استمرارية التواصل بين الطالب والمعلم. والشكر موصول للأستاذة سامية ربحي مديرة التعليم الأساسي ومستشارة الجودة والتطوير على كل هذه المجهودات الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، درسنا اليوم في فرع النصوص الأدبية معنون تحت سفر وترحال للشاعر أبي الطيب المتنبي. ويجدر بنا أن نأخذ نبذة مختصرة عن هذا الشاعر. فمن هو أبو الطيب المتنبي؟ أبو الطيب المتنبي هو أحد أكثر شعراء العرب شهرة، إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق، وهو من الشعراء الذين اكتسبوا أهمية تجاوزت زمانهم ومكانهم. فلم يكن المتنبي مجرد شاعر يملك من الفصاحة والبلاغة ما لا يملكه غيره من الشعراء، بل كان ذا شخصية متميزة يعتز بنفسه ويفتخر بها في قصائده ومجالسه. ولقد عرف المتنبي بأنه شاعر حكيم، كما أنه في أفضل أو من أفضل من استخدموا اللغة العربية واعتبر حجة لها، ولا يزال حتى يومنا هذا مصدر إلهام الكثير من الأدباء والشعراء والدارسين اللغويين. قد عرف كذلك بحدة ذكائه وحكمته وبعد نظره. وقد وصف المتنبي بأنه نادرة زمانه، حتى قيل عنه أنه ملأ الدنيا وشغل الناس. ولقد كتب المتنبي أشعارا كثيرة في مختلف الأغراض، من مديح ورثاء وهجاء وعتاب ووصف وفخر إلى آخره. ولعل أزهى أيام المتنبي أو أيامه الذهبية كانت في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب. لقد نظم له أبلغ القصائد في غرض المدح. سفر وترحال. ملومكما يجل عن الملامي، ووقع فعاله فوق الكلام. ثراني والفلاة بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام. فإني أستريح بذي وهذا، وأتعب بالإناخة والمقام. عيون رواحلي إن حرت عيني، وكل بغام رازحة بغامي. فقد أرد المياه بغير هاد، سوى عدي لها برق الغمام. يذم لمهجتي ربي وسيفي، إذا احتاج الوحيد إلى الذمام. ولا أمسي لأهل البخل ضيفا، وليس قرا سوى مخ النعام. فلما صار ود الناس خبا، جزيت على ابتسام بابتسامي. وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. أحب العاقلون على التصافي، وحب الجاهلين على الوسام. وآنف من أخي لأبي وأمي، إذا ما لم أجده من الكرام. أرى الأجداد تغلبها كثيرا،
على الأولاد أخلاق اللئام، ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي. عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهامي، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنامي. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. يستهل الشاعر قصيدته على نهج الشعر القديم بمخاطبة صاحبيه المزعومين، وهذا يذكرنا ببيت امرئ القيس لما قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فامرؤ القيس اوقف الرفيقين ليجعلهما سببا لذكر الاهل والاحبة، لكن هنا الشاعر نهج نهج الشعر القديم وخاطب صاحبيه المزعومين كذلك ليوطئ للدخول في موضوع الفخر والشجاعة، معاتبا صاحبيه أو معاتبا إياهما عن لومه على مغامراته وأصفاره الكثيرة طمعا في المعالي. والكل يعرف أن المتنبي كان دائما يطمح إلى المعالي، ويسهب في هذه الأبيات من البيت الأول إلى البيت السادس في الافتخار بشجاعته على امتدادها من خلال ما يواجهه من أخطار خلال قطعه المسافات الطويلة التي يعتبر نفسه خبيرا بها، وتعرضه كذلك للشمس بدون لثام أو بدون واق غير مهتم بها، مشبها نفسه برواحله وإبله لما تتعب من المسير الطويل وتأخذ قسطا من الراحة، وكذلك تصدر صوتا، وشبه صوته بصوتها عندما تركن للراحة، وهو طبعا ما يسمى بالبغام. فهذه صورة من صور الرجل الشجاع الذي يسعى لتحقيق طموحاته مهما كلفه العناء والتعب، وهذا ما نجده في هذه الأبيات الأولى، وفيه طبعا توطئة ولوم لصديقيه لماذا طبعا لا يتركانه، ولماذا يعيبان عليه مغامراته وطموحاته للوصول إلى المعالي. بالنسبة للأساليب نشاهد أو نلاحظ أن الشاعر شبه نفسه في كثير من الصور بالناقة، في ماذا؟ طبعا في الصبر وقطع المسافات الطويلة ومواجهة حر الشمس والتعب والعناء. ثم عندنا هنا الملاحظ ظاهرة جميلة جدا في عد البرق في البيت الخامس، وهذا فيه إحالة إلى ما كانت تفعله العرب بتتبع البرق إذا لمع 70 مرة، هناك من يقول 100 مرة، انتقلوا لأنه يعتبر تبعا لمكان المطر، فهو إنذار بتحقق ونزول المطر. وهذا طبعا دائما يدلنا على أن الشاعر كان يأخذ أو كان ينهج نهج سابقيه من الشعراء القدماء. إضافة للموضوع الرئيسي الذي دائما ممكن أن نقول رئيسيا لأنه دائما يقحمه في جلي أشعاره، وهو موضوع الفخر، فنلاحظ هنا سيطرة ضمير المتكلم على جل هذه الأبيات إن لم نقل كلها. من بين هذه الألفاظ ضراني، هناك ياء المتكلم، ياء المتكلم في كل هذه الكلمات. ضراني فعل، وجهي اسم وفيه الياء أيضا، استريح ضمير هنا يعود على أنا الأنا، أتعب كذلك رواحلي إلى آخره. ثم هناك محسن جميل ومعهود دائما عند الشعراء، وهو الطباق ليؤكد ويبين الفرق بين الراحة والتعب، وليبين لنا صورتين: صورة الاستراحة و
وتكون هذه الثورة بعد طبعا التعب. يقول الشاعر: ولو أمسي لأهل البخل ضيفا وليس قرا سوى مخ النعام، فلما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسامي. في هذه الأبيات من البيت السابع إلى البيت العاشر نرى أن المتنبي قد رسم لنا صورة مخالفة للأبيات السابقة، فإذا كان قد رسم صورة لنفسه وجعلها نموذجا أو نموذجية للرجل الشجاع الطموح الذي دائما يدأب إلى المعالي، ففي هذه الأبيات يبين لنا صورة مغايرة ومختلفة عن الصورة الأولى. وهذا الاختلاف أو هذا النقيض هو صورة مجتمعه الذي يتخذ الشاعر تجاهه موقف الرفض والإدانة والتشهير أيضا. وهذه النواقص أو النواقص أجملها الشاعر في انتشار صفات ذميمة في مجتمعه مثل البخل وفساد المودة والنفاق. وهذه تضح لنا في البيت أكثر في البيت الثامن، حيث يقول: فلما صار ود الناس خبا، خبا أي خداعا، جزيت على ابتسام بابتسامي. وسنرى هذا في الأساليب. ثم أن الشاعر وضح ما يكنه بعض الناس الجاهلين من نفاق لأناس آخرين، وكذلك بخل فئة كبيرة من المجتمع في البيت السابع. ولا أمسي لأهل البخل ضيفا، أي لا يضيف أو يحاول أن يكون ضيفا على البخلاء. لماذا؟ يعطينا نموذج أو مثال: وليس قرا، قرا بمعنى ضيافة وإكرام، وليس قرا سوى مخ النعام. وطبعا في مخ النعام كلام كثير، يعني يقال إن مخ النعام يعني قليل وحجمه يعني صغير، حتى أن وزنه أقل من عينه، أي عين النعام وزنها أثقل من مخه، فهذا دليل على النذر والشح والبخل، مما يدل على ثقافة شاعرنا أبي الطيب المتنبي ووسع أفاقه ومعارفه. طيب، بالنسبة للأساليب، هناك تكرار ابتسام بابتسام، والغرض منها هو انفعال للشاعر وتجسيد لمشهد بمشهد آخر. فأنت لما يلتقي بك أحد ويسلم عليك ويبتسم في وجهك وأنت تعلم أنه ينافقك، فماذا تفعل؟ فإذا ابتسمت له فإنك رددت ابتسام بابتسام، وطبعا أي أصبحت كذلك أنت تنافقه، وهذا طبعا شيء كان يصنعه أو يفعله المتنبي ويعترف به. ثم استعماله للطباق العاقلون والجاهلون. لماذا؟ ليلفت الانتباه لكل ما يتصف به كل من العاقلين والجاهلين. فإذا كان العاقلون يتصفون بالتصافي، فلا ننسى أن هناك جاهلين يتصفون أو يحبون الناس ليس على التصافي بل على الوسام. الوسام كمال الصورة وجمالها، أي المظهر فقط. ثم عندنا ترادف كلمتين حب وود، وقد استعملهما الشاعر هنا للتعبير عما يحب أن يسود مجتمعه، وهذا طبعا منعدم فيه. ويستطرد الشاعر فيما تبقى من الأبيات، ونعني من البيت الحادي عشر إلى البيت السادس عشر، يستطرد في فضح هذه الظواهر الاجتماعية المشينة إن صح التعبير
في مجتمعه التي تتمثل في انعدام الكرم وبغضه للبخيل حتى لو كان من عائلته، أي حتى لو كان أباه أو أمه أو أخاه، كما هو في البيت 11: وآنف من أخي لأبي وأمي، متى؟ إذا لم أجده من الكرام. هنا يركز جدا على الكرم ويكره البخل، ويرجع مرة ثانية ليشيد ويفتخر بأجداده الغابرين القدماء السالفين، ليبين أن من كان أجداده فاضلين فإن نسب أو انتساب إليهم يجعله هو أيضا فاضلا وكريما. يقول: ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي. وطبعا لكم الرأي في هذه الجملة أو في هذا البيت، هل تتفقون معه أعزائي الطلاب أم لا؟ أنه يعتمد بفخره أو في فخره على ماضي أجداده، فهل يليق بالإنسان أن يفتخر بأجداده أو أن يفتخر بنفسه؟ أو هل يمكن أن نعتمد على ما صنعه آباؤنا ولا نعتمد على ما نصنعه نحن؟ لكن الشاعر هنا غالب الظن وكما نعتقد أنه صنع أشياء كثيرة، أولها أنه شاعر فحل خنديد ناجح وملأ الدنيا وشغل الناس. طيب، إذن فطبعا قلنا يتعجب من من لم يهدم أو لم يهدم الهرم جسمه في البيت 13، يتعجب من ماذا؟ قلنا ممن لا يهدم الهرم جسمه. الهرم هو الشيخوخة، إذن هذا إنسان الهرم لم يهدم جسمه، ومع ذلك إذا عرض له أمر نبى عنه واستعصى. نبى معنى نبى ينبو، من فعل نبى ينبو، إذا فشل ورمس بالهدف أو استعصى عليه الهدف، فإن هذا الإنسان يعني الهرم لم ينل منه، ومع ذلك إذا عرض له أمر أو صدفه أمر نبى عنه واستعصى، واستعصى عليه ولم يستوفي مكانه، مثل السيف. يعطون المثال بالسيف الذي لم يصب الضريبة، والسيف الكهام هنا هو السيف الذي لا يقطع، كما يتعجب أيضا الشاعر ممن وجد الطريق إلى المعالي ولم يبادر إلى قطعها، للبيت 14 15: عجبت لمن له قد وحد، أي له إمكانية واستطاعة، وينبو نبوة القضم الكهامي، يبتعد ولا ينجح في طلب المعالي. ومن يجد الطريق إلى المعالي، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنامي. إذن هنا الشاعر دائما يعيب على ويتعجب من من لا يطمح إلى المعالي رغم إمكانيته الطموح إليها، ليختم هذه الأبيات بحكمه أو بحكمه على العيب في الناس. ما هو العيب في نظر المتنبي عند الناس؟ العيب هو عدم القدرة أو عدم قدرة الناس على التمام، والتمام يعني به هنا أن يكون الإنسان تاما من كل النواحي الأخلاقية طبعا، إضافة إلى صفات الشجاعة والطموح. نلاحظ هنا سيطرة الآن الفرضية كما هو معهود في المتنبي في أشعاره دائما، ليبين بها تميزه عن مجتمعه، فهو الكريم وهو الشجاع وهو البطل وهو الجريء، وليس بالبخيل ولا بالعاجز ولا بالمتردد ولا بالغبي. طيب، هناك اعتماد على الإكثار من التضاد وما يسمى بالطباق، ليبين صفات الكمال وصفات النقص، فكل صفات ذكرها الشاعر تخص أوضاع مجتمعه السيئة، فيقابلها صفات حسنة يتمتع بها هو شخصيا. وعندنا استعمال هنا المصدر مفعول مطلق،
ينبو نبوة فنبوة مفعول مطلق، يعربه مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ ليبين نوع التراجع ونوع الاستعصاء على من يستطيع وله القدرة على تحقيق المعالي ولكنه ينبو أي يبتعد ويفشل ولم يصب الهدف. وهنا استعمل المفعول المطلق لبين نوع طبعا هذا الفعل، ثم ليشبه حالة بحالة، أي حالة من يعجز كحالة السيف، وشبه حالة هذا الإنسان الفاشل بحالة السيف طبعا القضم. وهنا ينتهي هذا الدرس، ودمتم في عائلة الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإليكم أعزائي الطلاب والطالبات بعض الأسئلة التذكرية لتتذكروا بها الشرح الماضي. من يخاطب الشاعر في البيت الأول؟ سبق شرح هذا. ماذا يقصد الشاعر بأرتاح بذي وهذا؟ عدد الصور غير المقبولة أخلاقيا في مجتمع الشاعر والتي طبعا كان يرفضها وهي مذكورة في الأبيات. استخرج من الأبيات أي البيت الذي خصصه الشاعر للأنا الجماعية. الأنا الفردية تعتمد كما قلنا على أن الشاعر يفتخر بنفسه فقط أنا، أما الأنا الجماعية فهي التي يفتخر بقبيلته بأجداده بنسبه بعائلته. فهناك بيت فيه أنا جماعية استخرج. ما دليلك على افتخار الشاعر بنفسه؟ يعني استخرج بعض الألفاظ الدالة على ذلك. وضح طبيعة الصراع بين الشاعر والدهر. ثم أخيرا في البيت 13 نعت، قد درسناه في فرع النحو، استخرجه وبين نوعه من حيث معناه ليس من حيث لفظه. سبق وأن قلنا إن النعت ينقسم إلى قسمين من حيث لفظه ومعناه، وسؤالنا هنا من حيث ماذا؟ من حيث معناه. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في درس قادم بحول الله. ولا تنسوا أعزائي الطلاب والطالبات الرجوع إلى المودل لتبارك الخاصة في موقعها لاستخراج وإنجاز ما يتطلب منكم من واجبات وأوراق عمل. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء. بنات الطالبات، أبناء الطلاب، لا تنسوا التواصل معنا عبر برنامج المودل بموقع تبارك الخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكراً.